يا صباح الخيرات والمسرات عليكم، إن شاء الله أيامكم كلها زينة يا رب. اليوم حبينا نوروكم طريقة حلى سريع وسهل، وهو التيراميسو بطريقة مبسطة، وخلونا نشوف مكونات التيراميسو مع بعض. بسكويت أصابع، جبن ماسكر بوني، كريم شانتي، سكر بودرة، كاكاو خام، نسكافيه، ماء ساخن. طبعا بسم الله، احنا عندنا جبنة المسكر بوني مقدار 250 جرام، نحطه عليها كوب من كريم شانتي، ونحطه عليها بالكوب مقياس نص كوب سكر بودرة، ونخلطه بهذا الشكل. هيك قوام الكريمة نبوها تكون معانا، من بعده صينية الكريمة، ونجيبه صحن فارغ أو فاضي، وناخده مقدار كوب مية سخونة، طبعا مسخنينها مسبقا، وناخده من نسكافيه أو قهوة سريعة الذوبان، ناخده 3 ملاعق كبار، وندوبها طبعاً تكون المية دافية. وناخده البسكويت اللي خاص بالتيراميسو بالشكل هذا، ناخده نغطسه في خليط النسكافيه والمية السخونة، يدوب تغطيسة بسيطة، تاخدي البايركس اللي انت موجود عندك في الحوش وفي المنزل، بالطريقة هاتي. هو حلى التيراميسو يمشي في الصيف، حلى صيفي أكثر حاجة. هلا هنا نقدروا نكسروا كعبة من البسكويت، نضغط عليها. طبعا هنا بعد ما ستفنا البسكويت اللي غطسناه في خليط النسكافيه والمية، نطرحه كمية من الكريمة اللي خلطناها مسبقا بالشكل هذا. نرجع نفس الطريقة البسكويت، نغطسه خليط نسكافيه،
بعد ما حطينا الكريمة والطبقة الأخيرة متاع البسكويت نزيده ونحط عليه آخر طبقة متاع الكريمة. آخر حاجة في التيراميسو نرشوا الكاكاو الخام بهذا الشكل لين تتغطى معانا طبقة الكريمة. طبعا هذا التيراميسو شكله النهائي، نحطوه في الثلاجة 3 ساعات ومن بعدها نطلعه